اذا متابعي شوف تي في، اسعد الله يومكم وجمعه مباركه. الان متابعينا كنتواجدوا بالمحل ديال هذا السيد، هذا بالمحل ديال هذا السيد الحداد، يعني اللي المصدر القوت اليومي ديالو هو هذا المحل. يعني هذا السيد بسبب الجائحه ديال كورونا تجمعات ليه يعني الاتعاب ديال الكراء ديال هذا المحل، يعني وما ما عندوش منين يخلصها. يعني هو رب ديال الاسره، عنده جوج ديال الابناء، يعني المصدر ديال القوت اليومي ديالو هو هذا المحل، يعني هو من كيعيش. يعني اتصل بينا وبغى يوصل الصوت ديالو للقلوب الرحيمه اللي كتشاهدوا عبر منبر شوف تي في. تفضل معايا سيدي، اجا معايا هنا ندخلوا تما على السرصدة. تفضل سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عاود حاول تعرف تعلي لي الصوت ديالك، شنو المشكل اللي عندك؟ قرب السادة المشاهدين من المعاناة اللي كتعاني. في هذه الجائحة، في الجائحة تتراكم عليا الكرا، وانا مريض، انا مريض بالسكرية، كندب الانسولين في الصباح وفي العشية، وتراكمت عليا واحد واحد المدة ديال الكرا، وما كنتش كنحل 8 شهور. جا دابا مول الكرا قال لي ودي خصك تخلص من، قلت له ودي راه ما عندي شيء، دير معايا شي طريطات كل خطرة نعطيك شوية، في المصور شحال نعطيك شوية. قال لي لا، مشى للمحكمة دعاني، دابا مهدد بالكرا. مهدد بالإفراغ. مهدد بالإفراغ. دابا خويا نتمنى شي واحد، شي محسن، يخلص عليا هاد الكرا، الله يخلص عليا في الدار. يعني باش نقربوا السادة المشاهدين أكثر، يعني أنت كاري هاد المحل، المدة ديال الكراء ديال هاد المحل شحال؟ 16 سنة. 16 سنة وأنت عايش في هاد المحل؟ 16 سنة خويا، وعندي الصندور، ما كنبري كل شي حاجة قليلة، ماشي شي خدمة صحيحة ولا شي حاجة. يعني حي شعبي. حي شعبي، لا حالة وجه داخل حصن الديور داك الشيء، وتراكم عليا هاد المدة ديال الكرا وداك الشيء. وبغيت شي محسن، هاد قلوب الرحمة، شي واحد يحن فيا يخلص عليا هاد الكيرة، الله يجزيه بخير، الله يخلص عليه في دارات الأخيرة، يخلص عليه في دارات الدنيا. شحال ديال الكيرة مجموع عليك؟ مجموع عليا خويا شي 172، ولكن تزادت دابا واحد 3 شهور ولا 4، غتكون شي مليون ولا شي حاجة. مليون؟ مليون ولا شي حاجة غتكون دابا. يعني 10,000 درهم. وها الورقة ها هي باش حاكمة المحكمة، حكمت عليا خصني نخلص، وأنا ما عنديش منين نخلص. وبغيت شي محسن يتعاون معايا. بلاشي رخلي الورق، ماشي مشكل. شي محسن يتعاون معايا. اثبتها. شي مؤمن وخوتيرابي من الرحمة. يعني المغرب باقي فيه الخير، باقي فيه القلوب الرحيمة. كنسمعوا في الراديو، كنسمعوا في التلفازة، كيجي شي واحد كيخلص على واحد، خوتنا فيهم الخير، مشوا يخلص عليه بقليل ولا بكثير، ونعطيهم الرقم ديال واحد المحامي راني دايرو، يهضروا كاع معايا يسولوه. ويجي شي واحد تيخلص كاع بيدو في الصندوق الا كانت شي حاجه، الله يجزيهم بخير، الله يكثر لنا قلوب الرحمه. شحال كاري الشهر هنا في هذا؟ كاري 12000 ريال. 12000 المده ديالاش؟ المده ديال 16 سنه. 16 سنه، يعني وانت ساكن خدام في هذا المحل كنقولوا. المحل هو مناش ما كنترزق. يعني انت رب ديال الاسره. وانا مريض، ما نقدرش نخدم شي خدمه اخرى باش ما خطاني هذا. شنو المرض اللي عندك؟ مرض عندي، مرض السكر، ديما مرتفع السكر. كنت بلون سيني الصباح وعشيه. يعني عندك المرض السكري؟ عندي مرض سكري، ما كنقدرش نخدم شي خدمه اخرى من غير هذه. يعني شنو اللي خلاك تسد في زمن كورونا؟ يعني سد اخويا، خفت حتى انا هذيك الساعه، كنت تخوف بزاف، كنبدا يلا كيبدات كيخاف بنادم بزاف، معنا مريض سكريه، خفت على راسي، سديت، ما قدرتش سديت، انا جنوي وصل للعظم وساد. حتى ما فتحنا لقينا ثانيه خصك تريح واحد 3 شهور اخرى ولا 4، يلا يبدا يجي عندك بنادم، كان انت بنادم تخوف ما كيجيش عند المعلم، هذا هو اللي كاين اخويا. يعني كان الناس في البدايه ديال الجائحه كانوا خايفين. كانوا خايفين، كان بنادم واحد كيتخوف من واحد، ما كيقدرش يجي حداه، ما كيقدرش يجي، وانت واخا تحل نيت ما يجيش عندك شي واحد، واخا تحل نيت ما يجيش عندك شي واحد. يعني هذا هو المحل ديالك. هذا هو المحل اخويا، هو هذا. باش نوروا اكثر للساده المشاهدين. كيف اخويا كيقولوا اللي مريض السكري راه دغيا كتشدوا هذيك الجائحه، قلت راه دغيا كتشدوا هذيك الجائحه، وهي هذه سديت، وسديت واخا سديت اخويا،
نعم. قلت لك هي هذيك واخا انا مخصوص، انا راه كيلو ديال الدقيق ما عنديش في الدار والله الا حال. يعني كيلو الدقيق ما عندكش في الدار؟ والله يا خويا اقسم لك بالله ما عنديش في الدار بالله، والله الا حال ضعيفه. اش غنقول لك والله الا حال ضعيفه بزاف، ماشي شويه بزاف، ماشي شويه مضرور خويا بزاف، والله الا مضرور بزاف، حق الله يا خويا مضرور بزاف. يعني كنشوفوا في عينيك واحد الدموع ديال الحزن. خويا اش غنقول لك، ما صدتش من خلص هذا الشيء، ما صدتش من خلص. نتمنى شي واحد في قلبه الرحمه، وخوتي راه في قلوبهم الرحمه، يتعاونوا معايا ويعطفهم حال. هذا هو اللي نقول لك خويا، انا دابا مهدد بالاقرار. يعني هذا المحل هو اللي في راس مالك؟ هذا المحل هو اللي عندي، وهذا هو اللي نقدر نبريكولي فيه بشويه. ما نقدرش نمشي لشي خدمه نقدر نتعب فيها ولا شي حاجه، ما نقدرش. يعني الحاله على قد الحال. اه دابا الا ما دقيش ليبره، الا ما دقيش ليبره نشرب 5 لتر ديال الماء، الا ما دقيش ليبره ديما خصني نشرب، ديما خصني نشرب. واش نقول لك، الله يجعل الله تعالى يشافي الجميع ويشافينا. هذا هو اللي نقول لك خويا، الله يجعل الله تعالى يشافينا ويشافينا. يعني انت كطالب فقط شي واحد يخلص لك هذه الكره اللي كيتسال؟ من يتعاون معايا شي محسن. شي محسن الله يجزيه بخير، والله غنبقى ندعمه حتى نموت. هذا اللي غادي يوقف معايا غنبقى ندعمه حتى نموت، ديما نتفكر عمري ما غنساه، والله يجعل الله تعالى يخلصه. هذا هو خويا، احنا ماشي ما ضعيف، ما عندي مين نخلص خويا، ما عنديش مين. يعني الحالة جد ضعيفة بزاف، ماشي شوية بزاف خويا. والله إلا اش نقول لك، مرة كتصور مرة ما كتصورش، وبنادم صابر صابر صابر. يعني بالحكم ديال أنك في حي شعبي قليلة الخدمة، قليلة الخدمة، وهذا المحل جريغ وما جاش شي موقع، وما عندكش باش تقدر تمشي تحول شي محل أخر، ما عندكش إلا خطاك هذا، ما عندكش شي جهة، ما عندكش شي جهة. يعني ما عندكش البديل على هذا. ما عاونوكش، ما وجهتيش النداء لشي جمعيات هنا في المدينه ولا شي محسنين؟ لا ما توجهتش شي حد، غير ليكم انتوما حكى لي واحد السيد وتوجهت ليكم انتوما، الله يجعل الله تعالى. حنا ما علينا الا نوصلوا الصوت ديالك للساده المشاهدين. دائما نذكركم متابعينا الكرام اننا الان كنتواجدوا بمدينه اسفي برفقه هذا الحداد اللي ما عندوش باش يخلص الكرة اللي تجمع عليه. يعني بسبب الجائحه ديال كورونا اضطر انه يجلس في المنزل ديالو وما يحلش المحل. يعني هذا المحل اللي هو المصدر ديال القوت اليومي ديالو، هو اب الجوج ديال الوليدات. شحال في عمرهم هاد الوليدات؟ حالة ضعيفة، واحد عنده 18 وواحد البنية عندها شي 17. يعني بنية 17 سنة والولية 18 سنة، الله يخليهم ليك. يعني كنشوفوا فيك واحد الدموع ديال الحزن، يعني واش دقي شي بيبان وما حلوش ليك؟ ما صدتش شي واحد خويا، ما صدتش. ما كاينش اللي عاون. ما صدتش اللي عاون يا خويا، الله تعالى وجاء شي مؤمنين، شي قلوب الرحمة هما اللي يعاونوني. نطلب الله تعالى، الله يجعل الله تعالى يوقف معاهم كما وقفوا معايا، الله يجعل الاهل يبدل لهم شي 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 شي. يعني حنا يعني المغرب الحمد لله معروف بالخير ومعروف بالتضامن ومعروف بالكرم ديال الناس ديالو. يعني فهذه رساله اللي كنوجهوها لجميع المتابعين ديال منبر شوف تي في او قناه شوف تي في، انهم يتعاونوا مع هذا السيد. هذا السيد يعني اللي كيف كنقولوا باللغه ديالنا وصلت ليه جلد العظم، ما لقاش منين يخلص هذه الكره، ما لقاش. يعني وحتى كيفاش تعامل معك يعني مول المحل؟ مول المحل هضر معاك ما خلصتيش، مشى للمحكمه. ما يعني مباشره ما عطاكش مهله؟ لا ما يحش بيك، ما يحش بيك. هو يبغيك قاعد، يبغيك تخوي ملي يبغيك تخوي. هاد الفلوس كتسمى ثقل، هادي كتسمى ثقل، كتسمى ثقلك، خصك تخرج. يعني باش يسمح ليك وتخرج ليه المحل. احنا ما عندناش البديل، ما عنديش شي بديل، ما عنديش شي بديل خويا. نطلب الله تعالى خوتنا المغاربه يتعاطفوا معاه، نطلب الله تعالى خوتنا المغاربه يتعاطفوا معاه. الرساله الاخيره اللي توجه من منبر شوف تي في، نقول اللي وقف معايا الله يجزيه بخير، الله يكثر خير، والله يجعل الله تعالى يرحمه ويرحمنا اللي وقف معايا. اذا المتابعين نتمنوا اننا نكونوا قربناكم من المعاناه ديال هذا السيد، من المشكل اللي عنده. يعني ما لقاش منين يخلص يعني الواجبات ديال الكراء ديال هذا المحل. يعني كريب ب 500 درهم،
تجمعات عليه 10000 درهم يعني بسبب الجائحه ديال كورونا، اضطر انه يجلس في المنزل ديالو نظرا على انه يعني مريض بمرض السكري. يعني نتمنوكم متابعينا انكم تساعدوا هذا السيد، الحقيقه كنشوفوا انه كيحتاج يعني تدخل ديال الناس اللي عندهم قلوب رحيمه. اذا المتابعين وصلنا لنهايه هذا البث المباشر من هنا من مدينه اسفي، كنقول لكم جمعه مباركه والى اللقاء.